وعلى هذا الأساس أتمنى من الرفاق أنه تقديم جهد أكثر لتطوير نفسهم أكثر من دروس سياسية وعسكرية وإيديولوجية. وضع العرق في ساحات التدريب خف الدماء في ساحات المعركة. تدريب ثم التدريب ثم التدريب. وعلى هذا الأساس أتمنى من الرفاق النصر والتوفيق. أقسم بدماء الشهداء. أقسم بدماء الشهداء. أن أنضم بكل قوتي. أن أنضم بكل قوتي. وفكري. وفكري. في أكاديمية الشهيد ولات. في أكاديمية الشهيد ولات. ومبادئ ومواثيق. ومبادئ ومواثيق. الحقوق الدولية. الحقوق الدولية. وأتحلى بالانضباط. وأتحلى بالانضباط. والأخلاق الثورية. والأخلاق الثورية. شرفي العسكري. شرفي العسكري. أقسم. 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 طبعا نحن في أكاديمية الشهيد ولات دورة الشهيد جقدار. تم اليوم تخريج 65 رفيق وتلقينا دروس عسكرية وسياسية وتدربنا على جميع الأسلحة. ونتمنى من جميع الرفاق الذهاب لقيامهم بالواجب الذي افترض عليهم من خلال تدريبهم بهذه الدورة. ونتمنى النصر للجميع وسوف نقوم بما من خلال ما تدربنا عليه هنا بقيام بواجبنا بشكل كامل.